بسم الله الرحمن الرحيم. حصة العلوم لطلبة الصف الثامن، اليوم إن شاء الله يا ثامن راح نحل أسئلة التقويم والتأمل صفحة 54. نبدأ في السؤال الأول، احسب التيار الكهربائي المار في موصل إذا عبرت مقطع الموصل شحنة مقدارها 15 كولوم خلال دقيقة واحدة. طبعا حسب المعطيات التيار الكهربائي مجهول، فتاب تساوي علامة سؤال، إيش مقدار الشحن الكهربائية 15، إذا شين تساوي 15 خلال دقيقة واحدة، الزمن يساوي 1 دقيقة. قبل ما نبلش نطبق على قانون التيار الكهربائي، حكينا يا ثامن انه الزمن لازم يكون بالثواني وليس بالدقائق، فاول خطوة بنعملها بدنا نحول الدقيقة الى ثانية، واحنا بنعرف انه الدقيقة الواحدة تساوي 60 ثانية، الدقيقة تساوي 60 ثانية، عم تحكي 60 ضرب 1 ويساوي 60. الآن راح نطبق على القانون، طبعا حسب القانون تا تساوي شين على زين ويساوي مقدار الشحنة الكهربائية 15، مقدار الزمن 60. إذا مرة أخرى طبقنا على القانون، التيار يساوي الشحنة على الزمن، مقدار الشحنة الكهربائية حسب المعطيات 15 كولوم، مقدار الزمن 60 ثانية لأنه حولنا الدقيقة إلى ثواني. الآن بدي أقسم 15 تقسيم 60، 15 تقسيم 60، إحنا بنعرف إنه 15 لا تقبل القسمة على 60، فنضع فاصلة ونضيف صفر. 15 تقسيم 6 2، 2 ضرب 0 0، 2 ضرب 6 12. الآن بنطرح 0 ناقص 0 0، 5 ناقص 2 3، 1 ناقص 1 0. 30 تقسيم 60 لا يجوز، بس بوجود الفاصلة العشرية بيسمح لي أضيف 0. 30 تقسيم 6 5، 5 في 0 0، 5 ضرب 6 يساوي 30. 300 ناقص 300 0، إذا الناتج يساوي 25% أمبير، دي وحدة قياس التيار الكهربائي. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، أجرى أحد الطلبة تجربة لإيجاد العلاقة الرياضية بين الشحنة المتدفقة في موصل والزمن وحصل على النتائج الآتية. الزمن كان من ثانية إلى 5 ثواني، الشحنة من 2 كولوم إلى 10 كولوم. استعن بالجدول الإجابة عن الأسئلة الآتية: ألف، مثل القياسات بيانياً بحيث تكون الشحنة على محور الصادات والزمن على محور السينات. طبعاً لما بدي أمثل بيانياً إحنا بنعرف إنه الشكل البياني مكون من محورين، محور السينات ومحور الصادات. بحكي لك محور الصادات يمثل الشحنة طبعاً بوحدة الكولوم، ومحور السينات اللي هو هذا المحور الأفقي، هذا هو محور السينات، بمثل الزمن بوحدة الثانية. الآن بدنا نمثلها بيانياً. نبدأ في الزمن، عندي 1 ثانيتين 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني حسب الجدول الموجود عندي هون. الشحنة بلشناها في 2 4 6 8 10، هاي مقدار الشحنة من 2 كولوم ل10 كولوم. لما كان الزمن 1 كان مقدار الشحنة 2، لما كان الزمن 2 ثانيتين مقدار الشحنة المتدفقة 4 كولوم، في زمن 3 ثواني الشحنة المتدفقة 6 كولوم بناء على الجدول، في زمن 4 ثواني كانت الشحنة المتدفقة 8 كولوم، وخلال 5 ثواني تدفقت شحنة مقدارها 10 كولوم. إذا هذا الميل. الآن بحكي لك الفرع باء، احسب ميل الخط المستقيم من الرسم، هذا هو الميل. طبعا الميل هنا بما انه في عندي شحنة وفي عندي زمن، اذا هذا الميل نحكي الميل يساوي، ممكن اخذ اي قيمة من اي نقطة من النقاط اللي هي الشحنة على الزمن، ويساوي مقدار الشحنة الكهربائية، مثلا ناخذ هاي الشحنة
لما كانت الشحنة 6 كولوم، هذا كان الزمن مقداره 3 ثواني، فستة تقسيم 3 ويساوي 2 2، هذا هو مقدار الميل. ما الكمية الفيزيائية التي يمثلها ميل الخط؟ طبعا هذا الميل بما أنه يا ثامن بتحدث عن الشحنة وبتحدث عن الزمن، إذا الكمية الفيزيائية اللي هو بيقيس لي إياها هي التيار الكهربائي. وما هي وحدة قياسه؟ زي ما مر معنا في المثال السابق، وحدة قياس التيار الكهربائي هي أمبير. نبدأ الآن بدرسنا الثاني يا ثامن اللي هو الجهد الكهربائي. طبعا احنا في الخريطة المفاهيمية اللي تعرفنا عليها في بداية الفصل هذا، يعني بداية هاي الوحدة، تعرفنا انه وجود البطارية في دارة مغلقة يؤدي الى تكوين فرق جهد كهربائي. هذا فرق الجهد الكهربائي هو الذي يؤدي الى حركة الشحنات الكهربائية وبالتالي توليد تيار كهربائي. اليوم راح نتعرف ما المقصود بالجهد الكهربائي. كمقدمة لدرسي، اذا ملاحظين في عندي هذه الصورة الموجودة في صفحة 55 توضح سقوط الماء من اعلى الجبل الى اسفله. هذا السقوط وهذه حركة المياه من اعلى الى اسفل تشبه الى حد كبير طريقة حركة التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية. عشان نتعرف كيف اوجه الشبه بينها وبين التيار الكهربائي، راح نبلش بالاستكشاف والتفسير في صفحة 55. ادرس الشكل 6-7 الذي يمثل وعاءين يحتويان على ماء، ثم اجب عن الاسئلة الاتية: اي النقطتين الضغط عندها الف؟ اي النقطتين الضغط عندها اعلى، الف ام باء؟ نلاحظ انه هاي النقطة وهذه النقطة الاثنين موجودين على نفس الارتفاع. الان مين عندها ضغط؟ نلاحظ انه وزن عمود الماء على النقطة باء اكبر من وزن عمود الماء على الف، يعني هاي الارتفاع كمية الماء اللي فوق النقطة باء اكبر من كمية الماء الموجودة فوق النقطة الف، فنلاحظ انه النقطة باء اعلى ضغطا من النقطة الف. اذا فتحنا المحبس في هذا المحبس، اذا فتحناه ماذا سيحدث؟ طبعا فتح المحبس سيؤدي الى تحريك الماء من النقطة باء الى النقطة الف. اذا باي اتجاه سينتقل الماء؟ اللي هو من باء الى الف. فنلاحظ ان الماء تحرك من النقطة ذات الضغط العالي الى النقطة ذات الضغط المنخفض. طبعا يا ثامن بناء على الاستكشاف والتفسير اللي حليناه، توصل العلماء انه حركة الشحنات الكهربائية عبر الموصل هي تماما تشبه ما حدث في حركة الماء عند فتح المحبس، فالماء تحرك من النقطة باء ذات الضغط العالي باتجاه النقطة الف ذات الضغط المنخفض، وهذا تماما ما يحدث داخل الدارة الكهربائية. فالشحنات الكهربائية في الدارة الكهربائية تنتقل عبر السلك من النقطة الأعلى جهدا كهربائيا إلى النقطة الأقل جهدا كهربائيا، وبذلك وبها يعني نتيجة انتقال هذه الشحنات سينشأ تيار كهربائي في هذه الدارة الكهربائية. إذا حركة الشحنات الكهربائية يشبه تماما حركة الماء داخل المحبس، فالماء ينتقل من منطقة الضغط العالي إلى منطقة الضغط المنخفض، والشحنات الكهربائية تتحرك عبر السلك من منطقة الجهد الكهربائي العالي إلى منطقة الجهد الكهربائي المنخفض، وبهذه الحركة سينشأ تيار كهربائي. طبعا المعلومة اللي نتأكد منها يا ثامن انه التيار الكهربائي لا يتحرك ولا يتكون ولا يسري بين نقطتين الا بوجود فرق الجهد. يعني لو كان في عندي هدول الخزانين اللي احنا شفناهم قبل شوي، اذا كان الخزانين فيهم نفس الكمية من الماء، الماء ما راح يتحرك ولا باي جهة من الجهات لانه كمية الماء متساوية. فنفس الشيء التيار الكهربائي، التيار الكهربائي لا يتحرك ولا ينشا ولا يتحرك عبر الموصل الا اذا كان في عندي فرق جهد كهربائي. اذا التيار الكهربائي لا يسري بين نقطتين في سلك الا بوجود فرق جهد كهربائي بينهما. من خلال اللي سبق بنقدر نتوصل الى مفهوم فرق الجهد الكهربائي، ومفهوم فرق الجهد الكهربائي يا ثامن هي الطاقة التي تجعل الشحنات تتحرك من مكان الى اخر عبر الموصل.
طيب السؤال اللي هلا بدنا رح نطرحه، انه في الدار الكهربائيه مين اللي بيعمل لي فرق جهد، مين اللي بيوفر لي فرق الجهد؟ طبعا اللي بيوفر لي فرق الجهد في الدار الكهربائيه هي البطاريه. اذا البطاريه في الدار الكهربائيه هي التي توفر فرق الجهد، وبهذا ووجود فرق الجهد هذا سيؤدي الى سريان تيار كهربائي في الداره. الان فرق الجهد الكهربائي طبعا بنقيسه بجهاز بنسميه الفولتوميتر، فبدنا نميز الفرق الجهد الكهربائي بنقيسه في الفولتوميتر، التيار الكهربائي بنقيسه بالامبير بالاميتر عفوا. فرق الجهد الكهربائي يستخدم جهاز الفولتوميتر لقراءته، اما التيار الكهربائي فجهاز الاميتر هو اللي بنستخدمه في قياس التيار الكهربائي. وحدة قياس فرق الجهد الكهربائي هي الفولت، عشان نسميها فولتوميتر، فولتو فولتوميتر. اما وحدة قياس التيار الكهربائي فهي امبير. حكينا احنا التيار الكهربائي او الفولتوميتر من وصله في الدارة الكهربائية على التوالي، بينما الفولتوميتر بتم توصيله على التوازي في الدارة الكهربائية. نلاحظ هنا هذا الفولتوميتر تم توصيله على التوازي. كيف عرفنا يا ثامن انه على التوازي؟ شايف تم تفريع سلك جديد لإله، مش على نفس السلك الموجود في الدارة الكهربائية، عملنا له أسلاك جديدة، فرعنا له أسلاك جديدة، فهذا توازي. بينما لو بدي أضيف أميتر لهي الدارة الكهربائية بضيف الأميتر هنا، وما ننسى أنه الأميتر في حرف الـ A، دائرة فيها حرف الـ A، بينما الفولتوميتر دائرة فيها حرف الـ V. هيك بنكون تعرفنا إلى فرق الجهد الكهربائي. الحصة الجاية إن شاء الله تعالى بنكمل في صفحة 57. يعطيكم العافية.